le groupe Alliance a mené un processus très. مجموعة أليونس يعني أنجزت بنجاح برنامج الهيكلة اللي كانت عنات عليه. هذا البرنامج ساعد ومكن المجموعة لتقويم الصحة المالية ديالها، خصوصا بانخفاض كبير يعني غير مسبوق للمديونية. المديونية كانت ب 8.5 مليار في 2015، في بداية 2015 نزلت تقريبا 50% في أواخر في ديسمبر 2000 في آخر 2017، وغادي تزيد تنزل لأنه في يونيو ديال دابا 3 شهور يعني في 2018 غتنزل 2 مليار 900 مليون، وفي آخر هذه السنة هذه غنكونوا حوالي 2 مليار. المصاريف المالية لي فري فينانسي اللي كانوا كثار كانوا بواحد القدر ديال 582 مليون في 2015، في 2017 نزلوا ل 170 مليون، يعني انخفاض كبير، وغادي يزيدوا ينزلوا ان شاء الله في 2018 غادي يكونوا حوالي 100 مليون ديال الدرهم. المصاريف ديال التسيير يعني لي فري دو فونكسيونمون نزلوا ب 50%. هادشي كله تجعل المجموعه تحصل على نتائج مربحه بينيفيسير، هذا لو ريزولتا نيت يعني النتيجه الصافيه، الارباح الصافيه كانت هاد السنه ديال 2017 251 مليون، بزياده 41% مقارنه مع السنه الفارطه ديال 2016، وغادي تزيد في هذه الارباح في تطور في السنوات المقبله ان شاء الله. اليوم اللي يمكننا نقوله هو مجموعه أليونس ولات عندها مديونيه ضعيفه، وهذا مهم جدا لانه تيسهل تمويل المشاريع لا في السوسيال يعني ولا في الاجتماعي ولا في المويان ستاندينغ ولا في الو ستاندينغ، وكذلك في افريقيا. المجموعه مطلوبه بواحد الشكل كبير في افريقيا، خصوصا بعد التسليم يعني لي ليفريزون اللي داروا في ساحل العاج وفي الكامرون. اللي يمكن نقوله هو انه المجموعه تيقه بشكل كبير في مستقبلها، بالخصوص الامكانيات اللي عندها، لا كاليتي نوعيه البرامج، وكذلك وبالخصوص لا كاليتي ديال سون بيرسونيل يعني الاكسبيريونس والامكانيات اللي عند الاوتور ديالها.